مسيح السلام ولسعيد بن محمد بن سعيد المهيري. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، سعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. تتواصل التحديات والإثارة على أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي في هذا الصباح وفي أول أيام هذا المهرجان، مهرجان المؤسس وسن الحقايق وشعارات أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. وعلى بركة الله ينطلق الشوط الثامن الخاص للقعدان من مسافة 4 كيلومترات نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات. نبدأ مع البداية ومع أول الأسماء. هناك حرب بشعار هجن أم الزبار، جابر بن علي النجم المري يتقدم مع البداية ويقدم لنا حرب مع أول الأسماء. ثاني الانطلاقات وصل دالوب، هجن أم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني يقدم دالوب مع ثاني الأسماء. مكرم ثالثا، هجن أم الزبار جابر بن علي النجم المري، ورابع المراكز القادم الشهم، هجن أم الزبار مبارك بن محمد بن صرير مع رابع المراكز ورابع الانطلاقات. خامس الأسماء وصل القادم عز لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، حمد بن طالب بن عمارة يتواجد في عملية التضمير مع خامس المراكز ويقدم لنا عز. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المنطلقة. وأعود مع البداية، أعود مع الصدارة. هناك حرب مع أول الأسماء، حرب لشعار لهجن أم الزبار وجابر بن علي النجم المري يتمع أول الأسماء ويحضر مع حرب. ثاني الانطلاقات مكرم، هجن أم الزبار جابر بن علي النجم المري مع مكرم مع ثاني الانطلاقات. يقدم لنا هنا حرب ومكرم على الصدارة وعلى ثاني الأسماء. هنا بالنجم يتقدم مع الثنائي الخطير على البداية وعلى الصدارة. ثالث الأسماء القادم الشهم، هجن أم الزبار مبارك بن محمد بن صرير، ولكن نرى الاسم الذي من الجانب الآخر بدأ يغير وبدأ يتقدم. وصل عز لسعادة عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، حمد بن طالب بن عمارة وأيضا المتقدم مع ثالث المراكز عتيم. هجن أم الزبار مبارك بن محمد بن صرير يقدم عتيم مع ثالث الأسماء. رابع المراكز مركز مكرم، هجن أم الزبار جابر بن علي النجم المري، وخامس الأسماء وصل دالوب، هجن أم الزبار ناصر بن حمد بن مسر الشهواني مع خامس المراكز. وصلت الأسماء ووصلت الشعارات، ولكن أعود مع اللي غير، غير واستلم زمام الأمور. عتيم، هجن أم الزبار مبارك بن محمد بن صرير يقدم لنا عتيم مع البداية، مع الانطلاق الأول، مع التحدي الأول. ثاني الأسماء عز لسعد الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد ثاني، وحمد بن طالب بن عمارة مع ثاني المراكز مع عز. ثالث الأسماء حرب بدأ يتسلل إلى ثاني المراكز، هجن أم الزبار جابر بن علي النجم المري. رابع الأسماء القادم دالوب بشعار هجن أم الزبار ناصر بن حمد بن مسر الشهواني، وخامس المراكز وصل مقدام لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبيد بن محمد بن ضبيعة الكتبي. ولا لكن أعود مع اللي غادر، أعود مع اللي ينطلق. الله يا عتيم، هجن أم الزبار مبارك بن محمد بن صرير يتقدم مع عتيم بهذا الانطلاق المميز، بهذا الأداء المميز. مقدام قادم، مقدام مع ثاني الأسماء بشعر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. ولكن أعود مع عتيم، أعود مع عتيم. عتيم
عتيم هنا مع الفوز، عتيم مع الانتصار لهجرم مزبار. ومبارك بن محمد بن سرير يتقدم بهذا الأداء المميز، تهانينا تهانينا والناموس لهجرم مزبار على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ونهني مبارك بن محمد بن سرير من قدم لنا عتيم، مشكور يا الوحش، تهانينا تهانينا والناموس لهجرم مزبار على فوز عتيم. ونهني مبارك بن محمد بن سرير من حضر وتواجد مع عتيم. ثاني الأسماء وصل مقدام لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، عبيد بن محمد بن ضبيع الكتبي ثالث المراكز، وصل رعد لسعد الشيخ أحمد بن خليفة بن علي بن سعود الثاني ورابع المراكز، وصل حرب هجنم الزبار وخامس المراكز، وصل عز لسعد الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تهانينا تهانينا والناموس لهجنم الزبار على فوز عتيم. والتوقيت الزمن وحتى وصوله إلى خط النهاية من انتزع الفوز والانتصار 6 دقائق 2:81 جزء من الثاني. تهناموس لهجنم مزبار على فوز عتيم. ونهني مبارك بن محمد بن سرير من تواجد ومن حضر مع عتيم. ثاني الأسماء وصل مقدام لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. التوقيت الزمن ولحظة وصوله إلى خط النهاية 6:07:99 جزء من الثاني. تهناموس لعبيد بن محمد بن مطر بن ضبيعة من قدم لنا مقدام مع ثاني المراكز. ثالث الأسماء وصل رعد 6:06:19 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ أحمد بن خليفة بن علي بن سعود الثاني. فتهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم.